من القاهرة دكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك دكتور صفي. وبداية، كيف ستؤثر التطورات الأخيرة وبعض التوترات السياسية التي شهدتها روسيا في الأيام الماضية على أسعار الحبوب بشكل عام؟ اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم. طبعا روسيا الاحداث اللي بتتم فيها حاليا هترجع تاني لرفع النايلون او النولون. اسعار النايلون اللي هو اسعار نقل القمح او اسعار نقل المنتجات بصفه عامه، ودي نقطه كنا اتكلمنا فيها زمان، ان عدم الاضطراب وعدم الاستقرار لما ما بيرفعش بس سعر النقل المباشر، انما بيرفع اسعار تامين الشحنات في حد ذاتها في داخل عمليات الايصال من دول المصدر او من دول المنتجه الى الدول المستهلكه. فده في اضطراب كبير جدا ادى الى ارتفاع في اسعار القمح على مستوى العالم كله، لان احنا زي ما احنا كنا متفقين ان بؤره انتاج القمح ليست فقط روسيا ولكن معها اوكرانيا في نفس ذات المشكله يعني. طيب هل هو فقط الاضطرابات اللي موجوده في روسيا نتيجه ارتفاع عمليات الشحن، نتيجه ارتفاع اتمان الامن، نتيجه ارتفاع عمليات النقل، نتيجه تخوف الدول المصدره من انها النقل ما يوصلش او انها ما تلاقيش نفسها قدره على الالتزام بالتعاقدات اللي موجوده؟ ده ادى لنوع من الارتفاع في أسعار القمح. هل هو فقط كده؟ لا، هنرجع على الناحية التانية، إن في مصدر من مصادر القمح اللي هو الهند، لتعرضهم في المراحل ديت لما يسمى الساند ستورم أو فلاش فلات، اللي هي العواصف الرملية اللي أصابت بعض الولايات أو بعض الولايات في الهند، أثرت على إنتاجية القمح نتيجة للتغير المفاجئ في اتجاه العواصف الرملية. فبناء عليه ده كان المصدر البديل. وخدي بالك ان الهند كانت مصدر بديل من المصادر اللي قدرت تغطي شويه في مرحله فاتت لما كنا بنتكلم ليه اسعار القمح انخفضت، رغم ان الاحداث الروسيه الاوكرانيه لم تنتهي بعد، ولكنها كانت استقرت خلاص. واستقرارها مع دخول مصادر بديلة زي الهند في الوقت ده أدت إلى الجزئية دي. الجزئية الثالثة، وهي أن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي بدأت تعمل جزئية، خصوصا زي فرنسا وزي السويد وزي بعض الدول دي، بدأت تعمل ريمانجمنت أو إعادة هيكلة أو إعادة إدارة لمواردها من مصادر الغذاء غير الشرق الأوسط اللي ما زالوا مش قادرين يعملوا هذه الإدارة. طيب سؤالي هو عن يعني تعامل الدول ذات الدخل المنخفض مع هذه الأزمة، كيف يمكن أن تتعامل وسط توقعات بارتفاع الأسعار وأيضا بعض الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية، وإلى أي مدى يمكن أن تعيد هيكلة وارداتها من القمح لمصادر أخرى غير روسيا؟ زي ما اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في جزئيه ان لا بد من جميع الدول ايا كانت قدراتها وايا كانت امكانياتها تبدا في الاعتماد جزئيا ومرحليا على انتاجها. ما قلناش اكتفاء ذاتي اطلاقا، ولا قلنا لا بد ان تتدخل هذه الدول بثلاث طرق مختلفه. الطرق الاولانيه ايجاد استصلاح وزراعات مناطق جديده في هذه الدول، لكن قد يتطلب هذا بعض الوقت. انا اتحدث عن يعني الوقت الحالي. كيف يمكن ان تتعامل هذه الدول؟ ما انا بقول حضرتك احنا احنا قلنا دي مرحله. المرحله الثانيه هي عمليه ترشيد الاستهلاك، وترشيد الاستهلاك ده كله باستخدام تقنيات خلط وايجاد مصادر بديله زي الكينوا وبعض والذره مصادر بديله للقمح. الجزئيه الثالثه الاهميه هو عمليه
توطين ثقافة الترشيد وعدم الاستهلاك في استخدامات البشر أو في استخدامات الناس، في خصوصا في الدول اللي هي شديدة الفقر، لأن احنا ما عندناش وسائل أخرى غير الثلاث مصادر دولت ان هم نشوف. ثانيا ايجاد مصادر بديله، ايجاد مصادر بديله لما ينضرب في نفس ذات الوقت مصدرين او الثلاث مصادر الرئيسيه اللي هم روسيا واوكرانيا نتيجه التلويح السياسه الروسيه بالضرب النووي، وبعدين يجي بعدهم الهند نتيجة الساند ستورم، فبناء عليه أنا عندي شورتش أو عندي نقص في المصادر. يبقى لازم البدائل المفترض أنها تكون جاهزة زي ما عملت مصر في أنها بدأت تجهز بعض الأراضي لاستصلاح الأراضي لزراعة 400,000 فدان في توشكا، رغم أنه كانت لسه ما زالت الأسعار كانت انخفضت. هكذا يكون هذا الثلاث حلول دول هما الثلاث حلول الأساسية، يا إما بلغة القدماء المصريين الشيء اللي يغلى عليك قد تستطيع، حاول تستطيع الاستغناء عنه. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة.